يحظى بعض التواريخ باهتمام خاص، ومن الناس من يعتقد أن التواريخ المميزة التي لا تتكرر كثيراً تعتبر المناسبة الأفضل لتوثيق المناسبات الخاصة مثل الزواج وتوثيق العقود وغيرها. وخلال السنوات الماضية لاقت العديد من التواريخ اهتماماً واسعاً عالمياً، منها على سبيل المثال يوم 7/7/2007 والذي رمز له عالمياً ب777، وهو التاريخ الذي انتظره الملايين واعتبروه رقم الحظ، لذا شهد الآلاف من الأعراس في ذلك اليوم لأشخاص اقتنعوا بأنه بشارة لحياة سعيدة وناجحة. أما هواة المراهنات فاعتقدوا أنه يحمل رقم الحظ الذي سيحقق لهم المكاسب الطائلة. ولم يكن هذا التاريخ الوحيد الذي انتظره المهووسون بالنوازع المميزة، ولكن غيره كثير من التواريخ التي سجلت كتواريخ لها خصوصية أما لتناسقها أو استنادا إلى أساطير قديمة، مثلا الرقم 8 الذي يقدسه الصينيون، فروجوا لتاريخ 8/8/2008 وجعلت منه وسائل الإعلام تاريخا خاصا وهوسا عالميا شارك فيه الملايين. ويبقى التساؤل، لماذا يعتقد البعض بخصوصية بعض التواريخ ويعطونها هذا الاهتمام الذي يصل إلى حد الهوس؟ فما حقيقة ذلك؟ وهل للأرقام طاقة وتأثير على الأحداث بالفعل؟ خبراء علم الفلك والأرقام يؤكدون أنه علم كبير وله دلائل، ولديهم وجهة نظر لها دور كبير في حياتنا، كما أن بعض الأرقام لها دلائل وتحرك الطاقة في اتجاهات معينة تؤثر بالفعل على تفاصيل الحياة اليومية. يوافق تاريخ اليوم الأربعاء 24 من شهر نيسان، وهو يوم مميز وتاريخ يجذب انتباه الجميع، حيث يحرص البعض في مثل هذه التواريخ على دعوة المحيطين بهم على القيام بمناسبات مختلفة وجعله يوما مميزا بالفعل. فما حقيقة هذا؟ وهل الأرقام طاقة؟ حذر الخبراء من الأيام صاحبة التواريخ برقم 8 ومشتقاتها و26 و17، حيث يعتبرها علم الأرقام من أبرز الأرقام الخاصة بالتعب وتحمل المسؤولية والضغط والصعوبات، فتعتبر أيام صعبة. كما أكدوا أن أيام 24 و22 تسمى بأيام التعب الأصغر في علم الأرقام، ذاكرين أن أسطورة الخوف من الرقم 13 حقيقية، حيث يحوي طاقة بالحظوظ الضعيفة.